في أول خطاب له أمام الكونغرس لم يتنصل ترامب من أهدافه السياسية والاجتماعية المثيرة للجدل، خصوصاً فيما يخص مسألة الأمن القومي وإلغاء مشروع أوباما كير الصحي. خطاب استمر لمدة ساعة كاملة، حاول خلالها ترامب إصلاح شعبيته المهددة منذ بدء فترة رئاسته. في مستهل خطابه أكد ترامب على قضية الاستقلال المادي للمهاجرين وقال: هؤلاء الراغبون في دخول البلاد يجب أن يتمتعوا بالاستقلالية المادية المطلوبة للمعيشة في أمريكا. لا نفرض هذه القاعدة، ولكن ما سنقوم به هو استبدال مبدأ استقبال المهاجرين الأقل مهارة في العالم بالمهاجرين الأكثر جدارة، وبالتالي ستعم الفائدة على الجميع، مثل توفير أموال الدولة ورفع الأجور ومساعدة الأسر من الطبقة المتوسطة بما فيهم أسر المهاجرين. ولم يخلو خطاب ترامب من مناقشة مسألة الضرائب، إذ قال في الأمر: في الوقت الراهن تدفع الشركات الأمريكية العملاقة أعلى معدل للضرائب في العالم. فريق الاقتصاد يعمل حاليا على إدخال إصلاحات ضريبية بهدف تقليل المعدل الضريبي على شركاتنا حتى يتمكنوا من المنافسة في أي مكان ومع أي شخص. وفي الوقت نفسه سنقوم بخفض معدل الضرائب المفروض على الأسر المتوسطة. يجب علينا إنتاج سوق عمل متكافئ للشركات الأمريكية والعاملين بها. يجب علينا فعل ذلك. أما عن مسألة البنية التحتية للبلاد فقد قال ترامب: لإطلاق مشروع إعادة بناء البنية التحتية سوف أتقدم بطلب إلى الكونغرس لإقرار الموافقة على بعض المشاريع الاستثمارية بقيمة تريليون دولار بهدف تمويل رأس المال العام والخاص وتوفير ملايين فرص عمل جديدة. وشدد ترامب على عزمه في إلغاء مشروع الصحة المعروف بأوباما كير وقال: اليوم سأطلب من الكونغرس أيضا إلغاء واستبدال مشروع أوباما كير. إجبار كل أمريكي على شراء التأمين الصحي الحكومي لم يكن أبدا الحل السليم لبلادنا. الطريقة السليمة لكي يتمتع كل مواطن بتأمين صحي هو خفض تكلفة التأمين الصحي، وهذا ما نحن بصدد القيام به. لذا أدعو كل الموقعين من الديمقراطيين والجمهوريين للتكاتف معا لإنقاذ الأمريكيين من هذه الكارثة الملقبة بأوباما كير.